بدنا نحكي عنها، بدنا نحكي عن تغريدتي مباشرة ودكتور. تغريدة صاحب المضيفة. لا 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 لا. مثال. مثال. في وقتها. في وقتها منطقية جدا. إذا الدولة. إذا صدر هذا القانون. إذا صدر هذا القانون. إذا صدر هذا القانون. أنا أروح سجن مؤبد. لا لا. مكان أحمد كل مازن. أنا قردت هاي التغريدة وعدنا تغريدات أخطر من هذه. إذا كان هنالك قانون وأتحاكم إلى قانون والله طبني مرض إذا مقصر وخارق القانون. طبني مرض. طبني مرض. لأنه هنالك صدام ما كان يطالب بالقانون اكو لا 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 قانون قوترش من اليمين اعدام ومن اليسار مؤبد لا صدام عدم عدم هواي معارضين القانون هذا القانون هو بديل للقانون العقوبات اللي يتمسكون به قانون صدام والاعدامات القوترة صدام صدام هذا غير هو صدام ما عدم ما عدم على حلم هسه هذا هذا صدام ما عدم على نكته هذا 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 نقاشنا حتى يكون موضوعي ومفيد انا اقول هذا القانون ضرورة ما يتعلق بحرية التعبير وتنظيمها يحتاج نقاشات هسه السيدة ثروة تقول لك أنه العقوبات المشددة إن شاء الله هذا الشيء جيد لازم نستبشر به.